انا هغيب ساعتين ثلاثه كده، هقابل ملاك اخويا في موضوع كده يعني بنخلصه. خد راحتك. هو الباب اتفتح واتقفل؟ اه هو كده بالظبط. انا احب الست العمليه. بصي انا عرفت ستات بعدد شعر راسي، من الاميرات للخدمات، بشرفي ما شفت زيك يا راجل. بقول لك الباب. باب ايه؟ ده فانوس خرج، هيتاخر، هيغيب. سلام. هو ده مكتب محاسبة ولا استيراد وتصدير ولا محاماة؟ يعني يهمك قوي في شغلنا إذا كان ده محاسبة ولا محاماة؟ ده مكتب هندسة. أنا أصلي مهندس، باش مهندس. أمال يعني مش شايفة هندسة؟ المكتب ده أنا عملته بعد ما رجعت من فرنسا، الشهادة بتاعتي من فرنسا. على كده بتعرف فرنساوي؟ إيه اللي بعرف فرنساوي؟ هتعرفي بنفسك قد إيه أنا متمكن من الفرنساوي. يا باشا بطلت هندسة ليه؟ البلد دلوقتي مش محتاجة مهندسين، محتاجة صيع حرامية. هو احنا هننام فين يا باشا؟ في وقت الاجتماعات. الراجل وصل؟ وصل النادي من تلت ساعة. يا عذرا يا ام النعم، ملاك مهما حصل بيني وبين الراجل انت مالكش اي دخل. فاهم فاهم يا اخويا. هو عارف اننا هنقابله؟ هو اللي مدي الميعاد بنفسه، سايب لنا خبر على الباب عشان يدخلونا. ها جبتوا الفلوس؟ طبعا يا باشا، احنا ناس عند كلمتنا والمسيح الحي يشهد علينا يوم القيامه. ملاك اخويا انا جبته مخصوص عشان تشوف بنفسك قد ايه هو راجل دغري ومحترم. شوف يا فانوس، انا مش مطلوب مني ان انا اعمل فيش وتشبيه لكل واحد هيسكن على السطح. هو مش هيسكن يا باشا، الاوضه اللي على السطح دي من يوم ما صاحبها مات وهي مقفوله، وملاك اخويا زي ما انت عارف ترزي قمصان، يعني هيقعد يشتغل طول النهار واخر الليل هيروح لبيته. ما هو عنده بيت وعيلة وولاد وحمله تقيل. ما علينا، معاكم الفلوس؟ مش كلها. القبط المخلص للرب ما يعرفش يكتب. والقبط المخلص للرب هو اللي يحترم اتفاقه. انا قلت ست بواكي اكتب عقد بكده؟ اربعة يا فكري. والمسيح الحي احنا عارفين ان انت هتشملنا بعطفك. انت ياما عملت خير كتير في الناس كلها، وياما اترفعت في قضايا ما خدتش اتعب من اصحابها. اعتبرنا قضيه من قضاياك يا اخي. وده مسكين، ده عنده كوب لحم والكنيسه بتحسن عليه، وانا اهو زي ما حضرتك شايف اهو صاحب عاهه مش قادر اساعده. وانت بتعمل خير كتير، ابونا في الكنيسه هو اللي قال لي ده احنا اولاد معموديه واحده. انت بتعمل ايه؟ خلاص سيب الفلوس، واي واحد منكم يبقى يجي لي بالليل ياخد العقد. ربنا يعوض تعب محبتك. طبعا يا فندم، في كل الالوان اللي حضرتك تتخيلها، بس على فكره تسليم في خلال 3 شهور. خير يا بابا؟ في حاجه ولا ايه؟ لا لا مفيش. امال مالك شكلك كده مش مظبوط؟ يعني بالي مشغول، بس اطمن يعني اللي شاغل بالي حاجه ملهاش علاقه بالشغل نهائي. تضرب سيجارة ملفوفة؟ يا سلام، ده أوانها. فوزي، الشيخ السمان عاوز يشوفك أنت وإخواتك، وأنا عاوزكم تسمعوه كويس. خير يا حاج؟ أما تقابلوها تعرفها. أحلى الصباح يا حاج.
اخبار الجماعه بتوع اليابان ايه؟ مية مية. اعتبر المساله دي عندنا خلاص. على البركه. ربنا يحوش عننا الكلاب اللي بتتلم حوالين الدبيحه. بالحق يا حاج، انا نسيت اقول لك. سليم زعتر مستخلص الجمارك فتح مكتب جديد وعلى الواسع، وراسه ألف سيف، ان انت لازم تحضر الافتتاح. يستحق، هروح له. عند واحد اسمه طلال الشام. جرالي كده يا ابو سعين، هي الدنيا ضاقت؟ مفيش غير طلال الشام اللي هتشتغلي عنده. وطي حسك. ماله طلال؟ سمعته زي الزفت. وانت شعرفك بيه ولا بسمعته؟ كنت اشتغلت عنده؟ بقول لك ايه، المنطقه كلها انا عارفها شبل شبل، وعارف ناسها نفر نفر، انا مولود فيها ومتربي فيها. على العموم انا ما شفتش منه حاجه وحشه. ما انت هتشوف. والله لما اشوف بقى يبقى يحلها ربنا. لكن دول 250 جنيه في الشهر عشان اعيش انا واخواتي، عايزين قدهم 3 4 مرات. امي بتخدم في البيوت عشان تلم 300 جنيه في الشهر وبترجع مهدوده، وابويا مات وعليه ديون. الديانه بقى في اللي سامحه وفي اللي لسه بيطالب بحقه، واحنا لازم ندفع الدين اللي عليه زي الشرع ما قال، ولا مش هيدخل الجنه. وانت جاي تقول لي طلال سمعته وحشه؟ ومين عندك في البلد دي سمعته مش وحشه؟ ولا هو كلامه بس؟ واسمع بقى اما اقول لك، اذا كان على الدبله الفضه اللي في صباعي دي اتفضل اهي، انت مش هتعمل عليا ضابط بوليس من دلوقتي. ساعتي باشا. ازيك يا باشا؟ يا باشا سيادتك تعبان. انت تعبان؟ اجيب دكتور؟ الساعة كام؟ 7:30. الساعة بتاعتي فين؟ في حاجة يا باشا؟ المحفظة بتاعتي كان فيها 900 جنيه، أنا سرقت يا فانوس. البنت خدت كل حاجة، خدت الخاتم بتاع دولة أختي، وخدت طقم إقلام دهب. مومس تاخد طقم إقلام دهب تعمل بيه إيه؟ يا هتبيعه يا هتديه لعشيقها. احنا نبلغ البوليس. بوليس ايه؟ انت حمار. اقول لهم ايه؟ مش مهم الفلوس، المهم الخادم بتاع دولة لازم يرجع.
مساء الخير. مساء الخير عليك. امال فين شارع هدى شعراوي؟ لا ما عارفش. هو حضرة الغريب مش من هنا ولا؟ لا من هنا بس ساعات كده الواحد دماغه بتلف. والله يا باشا انا ما عارفش حاجه عن الشوارع دي كلها. مكان ما بيوقفونا بنقف. يعني بتفضل طول الليل واقف؟ مكتوب علينا يا بيه. ما تقدرش تقعد؟ يا ابوي لو اتعكشت قاعد ولا نايم فيها جيزه طوالي. بس تقدر تتمشى؟ في محل خدمتي. انت باين عليك شاب ممتاز واصيل كمان. ربنا يكرم قصدك ساعتك بيه. اتمشى معايا كم متر كده؟ ما قلت سعادتك. تعال تعال تعال. امسك. لا ما قدرش. ممنوع سعادتك يعني ناخد اي حاجه من اي حد. انت اسمك ايه؟ عبد رب عبد الباري يا بيه. عاشت الاسامي. بص يا عبد رب، اولا انا مش اي حد، ثانيا مفيش حد شايف. امسك بقى امسك ما تزعلنيش. بس ده كتير يا بيه. والله ما في حد بيعمل كده خالص. انا انا اصلي عبد رب بحب اسعد الناس. ربنا يسعد سعادتك سعاده البيه. اما تعرفني كويس هتتأكد بنفسك. ربنا يبارك في سعادتك سعادة البيه. كنت فين يا سعادة الباشا؟ مساء الخير يا دولة. مساء الخير يا دولة. انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت فاكر نفسك ساكن في اوتيل ولا في بانسيون؟ استنى هنا كلمني. ايوه دولة. انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ بقى لي 4 ساعات مرزوعة مستنياك وخايفة عليك. انت فاكراني عيل صغير. انا هشيل همك ولا هم الامراض اللي في جتتي؟ دولة انا تعبان وعايز استريح. تعبان يا باشا؟ تعبان من ايه يا باشا؟ من الجري ورا النسوان الزبالة في الشوارع والبارات الوسخة؟ طب راعي سنك يا راجل يا اللي ما بتخدشيش. ده انت رجل على باب الاوضة ورجل على باب القبر يا زكي. اعمل حساب لربنا في اخر ايامك. وبعدين تبقى مجنون يا زكي. مجنون لو تتصور ان في واحده ست ممكن تعبرك انت وتفصلك. يا ناقص يا شايب يا عايب. افتح الباب بدل ما تكسر الباب على رجالك يا اللي دوست على تاريخ عيلتك وضيعت سمعه والدك الله يرحمه. افتح. عايز الخد من المقص بتاعي. لازم تعذرني. الدنيا عامله حواليا زي الخايه، ساعات ما اعرفش انا بقول ايه. هات الدبر. لا. هات الدبر بقول لك، انا عارفه انها معاك. هات ما تعملش فيها عبد الحليم حافظ كده. هات. طب اعمل لك ايه وانت شعنونه كده؟ ما انا لازم اصبر عليكي. بس هات. شفت نفسك في المرايه؟ يعني ما شاء الله عليك. ادعي لي ربنا يوفقني النهارده. متوفق ان شاء الله. انت شكلك ظابط من دلوقتي وعزة الله احلى من الظباط. يا دوب بقى انا اصلي نازل بدري عشان الحق الاوتوبيسات وهي فاضيه لحسن الزحمه تبهدل البدله. لا انت تاخد تاكسي وتقعد ملك عشان اعصابك تبقى مستريحه. وادعي الدعاء اللي هقول لك عليه قدام لجنه الامتحان. قول اللهم اجعل كلمتي هي العليا وكلمتهم هي السفلى. وما تنساش المعوذتين. ماشي. ربنا يوفقك. سلام. مع السلامه. اتفضل يا حاج. اتفضل. شوف يا حاج عزام، الوزراء واللي اكبر من الوزراء بيفتحوا المنشآت الجديدة. اتفضل يا حاج. أنا بفضل الله وفضلك وفضل أمثالك بقيت منشأة كبيرة. بس أنا قلت بقى الحاج محمد عزام هو اللي لازم يباركها بنفسه. أنت غالي عندي قوي يا زعتر وأنا فرحان لك. مش أنا بس، أنا والولاد. ربنا يزيدك كمان وكمان. تشرب يا حاج. مفيش غير القهوة. قهوة يا حاج عزام؟ القهوة ملحوقة. يا سعاد. أفندم يا أستاذ سليم. هاتي عصير للحاج عزام يا سعاد. حاضر. هاتيه بنفسك يا سعاد. بنفسي طبعا يا استاذ سليم. بسم الله ما شاء الله. بنتك دي يا زعتر؟
بنت ايه يا حاج؟ دي موظفه عندي هنا في المنشاه. انا بنتي يا دوبك في الاعداديه. بسم الله ما شاء الله، لازم السكرتيره بتاعتك بقى. يا حاج احنا مالناش في شغل السكرتيرات والكلام ده. مدام سعاد شاطره ونبيهه وخفيفه. هي مدام؟ وعندها ولد عنده يجي 6 7 سنين كده. جوزها بقى راح يشتغل في العراق. مات هناك. الله يرحمه. مات ازاي؟ الله اعلم. اتفضل يا حاج عزام. كتر خيرك يا ست الكل. هروح اعمل لحضرتك القهوه بنفسي. بس السكر قليل لو تكرمت يعني. من عينيا الاثنين. في ايه يا حاج؟ اصل في وشوش سمحه اما تشوفها تحس بالراحه. باين عليها بنت حلال. انت مجموعك كبير قوي يا طه. 89%. انت ليه فضلت كليه الشرطه عن بقيه كليات القمه؟ عشان اخدم بلدي يا فندم. طب ما هو خريج الهندسه برضه ممكن يخدم بلده يا طه. طبعا يا فندم، بس لو كل واحد خدم بلده في المجال اللي بيحبه هتكون خدمته افضل. عظيم. طب تفتكر ايه هي العناصر اللي يجب انها